السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام نعمة العافية. قال تعالى عن نبي الله هود عليه السلام وهو يخاطب قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا لي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى الغبن أن يشتري الإنسان السلعة بأكثر من ثمنها، فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العالقة به ولم يسعى لإصلاح آخرته يقال عنه رجل مغبون. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبيد الله ابن محصن الخطمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، أي في بيته آمناً أن يقتله أحد أو يسرق ماله أو ينتهك عرضه، آمناً في سربه معافى في بدنه، أي صحيحاً سالماً من الأمراض والعلل، عنده قوت يومه، أي ما يكفيه من حاجته، فكأنما ملك الدنيا بأسرها، فكأنما حيزت له، أي جمعت له الدنيا بأسرها. فإن من ملك الدنيا بأسرها لم يحصل على غير هذه النعم الثلاث. أيها الإخوة الأفاضل، إن من أرفع المراتب وأعلى المنازل أن يسأل المؤمن ربه عز وجل العافية. فروى الإمام الترمذي في سننه من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: قام فينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطيباً على المنبر فبكى وقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول، فقال: أيها الناس، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحداً لم يعطى بعد اليقين خيراً من العافية. قال ابن القيم رحمه الله: فجمع عليه الصلاة والسلام بين عافيتي الدنيا والدين، ولا يتم صلاح الدارين إلا بهما، فباليقين يدفع الله عز وجل عن العبد عقوبات الآخرة، وبالعافية يعافيه الله عز وجل من أمراض الدنيا في قلبه وفي بدنه. فجمع عليه الصلاة والسلام أمر الآخرة في كلمة وأمر الدنيا في كلمة انتهى. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من دعوة يدعو بها المسلم أفضل من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجائزة الكبرى والمنحة العظمى هي أن يحصل العبد على العافية، ففيها سعادة الدارين الدنيا والآخرة. وروى البزار في كشف الأستار من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟
والاستفهام هنا للإنكار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتساءل لماذا يتركون أنفسهم في هذا البلاء وعندهم العلاج الواضح والبلسم الشافي، وهو سؤال الله العافية. فإن في سؤال الله العافية أو في من سأل الله عز وجل العافية كان ذلك رافعاً لكل مصيبة وبلوى. قال أحد الصالحين: أكثر من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا يأمن أن يكون هناك ما هو أشد من بلائه الذي هو فيه، وليس بحق من المعافى الذي لا يأمن على نفسه من البلاء. فإن المبتلين في هذه الأيام هم المعافون سابقاً، والمبتلون مستقبلاً هم المعافون في هذا اليوم. انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، الذي يزور مستشفيات المسلمين ويرى ما ابتلي به إخوانه من الأمراض الخطيرة التي عجز الطب الحديث عن علاج بعضها، بعضهم له سنوات وهو على السرير الأبيض قد شل بالكامل لا يتحرك منه شيء، وآخر مغمن عليه له سنوات عديدة لا يتحرك منه شيء. وإن المؤمن إذا تأمل في هذه الحالات ليشكر ربه جل وعلا على نعمة العافية صباحا ومساء. وصدق الله إذ يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إني وإن كان جمع المال يعجبني ما يعدل المال عندي صحة الجسد، المال زين وفي الأولاد مكرمة والسقم ينسيك ذكر المال والولد. والعافية كما قيل تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه صباحاً ومساءً، بل حتى عند نومه يسأله العافية. فروى الإمام أبو داود في سننه من حديث ابن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الحارث أن عبد الله بن عمر ذكر الحديث: اللهم أنت خلقت نفسي، ثم قال في آخره: اللهم إني أسألك العافية عند النوم. قال رجل لعبد الله بن عمر: أسمعت هذا من عمر؟ قال: سمعته من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه بالعافية يدفع الله عز وجل، لأنه بالعافية في الدنيا، والعافية في الدنيا هي أن يبعد الله جل وعلا عن العبد الأمراض والأسقام وما يكرهه وما يشينه، والعافية في الآخرة أن يعافيه الله عز وجل فيخفف عنه أهوال الآخرة وشدائدها، ولا يخرج مقصود العبد عن هذين القسمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من سيء الأسقام أي الأمراض المستعصية، كما روى الإمام أحمد مسند من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بل كان عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد يقول: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته إلى اغتنام الصحة قبل المرض. فروى الحاكم في المستدرك معيث بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل من أصحابه:
اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها وصحتك قبل سقمك. وكان ابن عمر كما في صحيح الإمام البخاري يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.